أربعة سنوات مضت على توقف حركة القطارات في الأنبار، عادت بتشغيل تجريبي برحلة انطلقت من المحطة العالمية في بغداد باتجاه الفلوجة بعد إزالة الألغام. الحمد لله تم إنجاز الخط من بغداد إلى الفلوجة بالكامل بإسناد القوات الأمنية بإزالة الألغام. سيشهد الأسبوع القادم بتوجيه مباشر ومتابعة مباشرة من معالي وزير النقل الأستاذ كاظم الحمامي، سيشهد تسيير أول قطار الأسبوع القادم. واستغرقت الرحلة بين بغداد والفلوجة ساعة ونصف ذهابا ومثلها إيابا، مرورا بمدن أبو غريب والحلابسة والقرمة والفلاحات التي سجلنا فيها تدهورا واضحا للخدمات. عبر سكانها عن خشيتهم من تأخر تطوير البنى التحتية رغم إعادة المشاريع الحديدية. طبعا كل شيء ما أقول لك ما نتفاعل بأي بخير، احنا اي يحشي الكياح، وين التفاعل الخير؟ هاي صار سنين احنا وين؟ من يجيك محافظ الاول والثاني والثالث والرابع والخامس الظلاني هيش ما بيها نتيجه. يعني هذا من ضمن الخدمات مستشفى الجزيره، يعني نص سكان الانبار صوبين تدري شاميه وجزيره، مستشفى سرير ما بيها، اللي يموت بالشارع بين ما يعبر الجسر هو ميت، اكسجين ما يقدر على حج علي. ومع عوده خطوط سكك الحديد بين بغداد والانبار يتخوف أهالي الرماد والفلوجة من عودة هيمنة مسؤولي المحافظة على مشاريع النقل، مطالبين بفرض الرقابة والتحقيق بالمشاريع الوهمية. من داخل مدينة الفلوجة، خطاب عادل، الشرقية نيوز.